بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع ليزادغاس سبيسيال أو العناوين الخاصة في الشبكات. كل حاسوب له عنوان إي باي يتكون من 4 أرقام أحبائي الكرام، يعني 4 حقول، كل حقل فيه رقم بين 0 و155. هناك بعض العناوين الخاصة تطرقنا في الفيديو السابق أدغاس غازو، وقلنا بأننا عندما نريد أن نحصل على عنوان الشبكة نقوم أولا بالتصنيف لتحديد نت اي دي، نتورك اي دي، ثم هوست اي دي. سنترك النت اي دي كما هو ونضع 0 في الهوست اي دي في جميع حقول الهوست اي دي، مثلا 10.2.3.0. هاتي عبارة عن عنوان من الصنف A. الصنف A دائما الحقل الأول هو ينتمي إلى النتورك اي دي. إذن سيبقى عندنا 3 حقول، سنضع 0.0.0 في الحقول الأخرى لنحصل على أدغاس غازو أو نتورك أدغاس. نأخذ هذه الحالة مثلا 172.4.3.0. إذن هذا العنوان عبارة عن صنف بي. صنف بي يعني حقلين من نتورك وحقلين للهوست اي دي، وبالتالي عندما نريد أن نحدد الادرس ريزو سنضع 0.0 هنا ونحتفظ ب 172.4. إذن 172.4.0.0 هي الادرس ريزو. الآن سنشرح إن شاء الله يا ربي لوب باك، واحد لادريس تسمه لوب باك، لوب باك او البوك اللوكال او البوكلاج اللي بغيتي. فوالا هاد لي زادريس، جميع هذه العناوين تبتدئ بالرقم 127. اذا 127 اكس واي زد، كيف ما كان اكس واي زد، اي رقم يبتدئ ب 127 وهي عباره عن حلقيه، عباره عن عنوان حلقي او بوكلاج. احبائي الكرام، Ces adresses sont utilisées pour envoyer des messages à la machine elle-même. بالعربي قال لك هذه العناوين خاصة بإرسال معطيات إلى الحاسوب نفسه. فوالا إذا ces adresses، هذه العناوين، sont utilisées pour envoyer، تستعمل لإرسال envoyer des messages à la machine elle-même. لماذا نترجم؟ لأن هناك بعض الإشكالات في اللغة الفرنسية عند الطالب، أول سنة يدرسون بالفرنسية، ونحن نريد من هذه السلسلة أن يستفيد الجميع. أحبائي الكرام، إذا لهدفين، علاش نديروا هذا البوكلاج بالدارجة؟ علاش البوكلاج؟ البوكلاج عنده بزاف ديال الأهداف. الهدف الأول هو فاسيليتي لا كومينيكاسيون avec les services qui se trouvent sur la machine elle-même. قال كسيدي تسهلنا التواصل بين هذا الحاسوب، احبائي الكرام، والخدمات الموجوده في هذا الحاسوب. مثلا اذا كان هناك تطبيق يريد ان يتواصل مع تطبيق اخر، مثلا تطبيق الشبكي او سيرفر ولا شي حاجه، عوض أن يرسل له الأدرس إي بي الخاصة بالحاسوب، يمكنه فقط إرسال 127.0.0.1 ويتأكد هل هناك تجاوب بين التطبيقات الشبكية داخل الحاسوب. شيء آخر أحبائي، فيريفي لو بون فونكسيونمون دو لا كارت ريزو، فيريفي يتأكد من الشغال، فيريفي لو بون فونكسيونمون، الشغال الجيد، فونكسيونمون الشغال، لو بون فونكسيونمون دو لا كارت ريزو. إذن فيريفي لو بون فونكسيونمون دو لا كارت ريزو، يعني واش النيتورك كارد خدامه، واش تأدي الوظيفة ديالها ولا لا. وكذلك الفيريفيكاسيون ديال يعني الفونكسيونمون ديال تي سي بي اي بي اللي شرحناها في الفيديو السابق، بان هناك اربع من الطبقات، كوش ابليكاسيون سيسيون نيتورك انترنت وليزون دو دوني، واش داكشي غتمشي مزيان من الفوق الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى. احبائي الكرام، اذا كانت هذه عباره عن شرح للبوكلاج. اذا نذهب الى التطبيق ونقوم ببينج 127.0.0.1 لنرى ماذا يحدث. اذا سنذهب هنا، يا بسم الله على بركة الله، نمشي نقلبوا على شي حاجة سميتها كوموند سيمتي كوموند، نعم انفيد دو كوموند، نمشيو بسم الله بينغ، نمشيو نبينغيو على 127.1.1.2. فوالا، إذا واش الكارت ريزو خدامة ولا لا؟ الحمد لله، أونفواي 4، يعني قمنا بإرسال
اربع معطيات، اربع عبارات، اربع مساج، يعني اربعه تمستقبلنا احبائي الكرام اربع اجوبه. وبالتالي احبائي الكرام الامور يعني كارت ريزو ديال الحاسوب او البطاقه الخاصه بالشبكات في هذا الحاسوب تشتغل جيدا. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء الى الفيديو المقبل.